أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن قصف ميليشيا الحوثي لأحياء سكنية في محافظة تعز. كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية هجماتها المسلحة على أحياء مدينة تعز، موقعة العشرات من القتلى والجرحى، في تطور يكرس وضع تعز المأساوي على هامش الأجندة السياسية للوساطة الأممية والسلطة الشرعية، بما لا يتفق مع التضحيات الكبيرة التي تقدمها تعز في ميدان المواجهة العسكرية مع الانقلابيين. أحدث المعلومات الواردة من مدينة تعز تفيد بأن عدد ضحايا قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في تعز ارتفع إلى 8 شهداء في صفوف المدنيين وفقا للمصادر المحلية. المصادر ذاتها أوضحت أن القصف استهدف أحياء الزاهر والشماسي ومنزلا في قرية الهجمة بمديرية حيفان بريف المحافظة. إلى ذلك استشهدت امرأة في العقد الخامس من عمرها بمديرية مقبنة إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا. نتوقف مشاهدينا عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وآثار استمرار القصف الحوثي على مدينة تعز، وموقف الحكومة الشرعية والتحالف وأيضا الأمم المتحدة من هجمات الحوثيين الدموية على المدينة. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تهدئة في الحديدة وقصف في تعز، خلاصة ما تسعى له الجهود الأممية من تجزئة لعملية السلام في البلاد. ففي الوقت الذي يتحرك فيه المبعوث الأممي لوقف تحرك الجيش لاستعادة الجوف، يذهب الحوثي بعيدا لاستعادة السيطرة على أجزاء واسعة من تعز وضالع. ففي الأحداث قصف حوثي استهدف أحياء الزاهر والشماسي، ما أسفر عن استشهاد 8 مدنيين وجرح 4 آخرين. مصادر محلية قالت إن الهجوم تم عبر صاروخ موجه استهدف سيارة تقل مدنيين وهم في طريقهم في حي الزاهر. وبموازاة ذلك تسببت الألغام التي زرعتها الميليشيا في مديرية مقبنة باستشهاد امرأة في العقد الخامس من عمرها. ومع استمرار الجهود الأممية للوصول إلى صيغة اتفاق بين الحكومة الشرعية والميليشيا، كثفت الميليشيا من زراعتها للألغام في المناطق التي لم تندرج ضمن ملفات المشاورات مثل تعز. سياسة أممية عدها مراقبون سعيا لتجزئة ملف السلام ومحاولة لفرض الميليشيا كواقع على الأرض، وهو الأمر الذي لا يهمش الشرعية فقط بل ويهدد بفقدانها كل إنجازاتها التي حققتها على الأرض. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، كما أرحب بضيفي مستشار وزير الثقافة محمد المهدي وأيضا من مدينة تعز رضوان شمسان محامي وناشط حقوقي. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد محمد، إذا كيف يمكن تفسير تصعيد الميليشيا وتكرار هجماتها على مدينة تعز في إطار حديث المبعوث الأممي أنه تلقى ردودا إيجابية أولية من قبل الميليشيا بوقف هذا التصعيد؟ شكرا لكم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفكم من تعز. الحقيقة أنه تعودنا من خلال متابعتنا للملف اليمني منذ بداية هذا الصراع الموجود في اليمن أن أي مبعوث أممي يتحدث عن أنه تلقى يعني بشائر إيجابية من قبل الميليشيا الحوثية يدل هذا على أن هناك قصف أو كارثة ستحصل. هذا ما تعودناه للأسف من قبل المبعوث الأممي، خاصة في الذكر مارتن جريفيث بشكل مباشر. حقيقة يعني ممارساته يعني أشبه بشخص يعمل مع الميليشيا أكثر من أي شخص محايد. نحن الآن لا نطالب مارتن يعني بأن يقف إلى جانب المظلومين، إلى جانب الذين يتم استهدافهم من قبل جماعة الحوثي، بقدر ما نقول له على الأقل أن يكون محايدا في هذه المرحلة وفي هذه الظروف. يعني التقينا بمارتن جريفيث في أكثر من لقاء وكنا نجلس معه ونجد دفاع مستميت جدا خاصة على مع جماعة الحوثي تحديدا، وفي أكثر من لقاء وفي أكثر من اجتماع، وخاص وآخرها الاجتماعات التي حصلت في مأرب وما نقله بعض الوزراء ممن التقوا ببعض مشايخ مأرب والشخصيات
التي التقت بالمبعوث الدولي. وبالتالي أنا أعتقد المسألة هنا اليوم نحن أمام كارثة بالنسبة لجماعة الحوثي، ليس غريبا عليها أن تستهدف وأن تستمر في تمددها وأن تستمر في مشروعها العسكري، فهي تسعى جاهدة لأن تنفذ الأجندة الإيرانية في اليمن، وتسعى جاهدة بأن تحقق مشروعها. الغريب هو هذا الصمت، هذا التلاعب، هذه يعني هذا السكوت على هذا الإجرام الذي يستهدف اليوم المدنيين. لم يعد الموضوع استهداف لعسكريين في جبهات عسكرية بقدر ما هو الآن في داخل الأحياء السكنية، خاصة تعز لها خصوصية، دائما تستهدف أحياءها، دائما يستهدف المدنيين فيها. هذا تساؤل يوضع أيضا أمام المجتمع الدولي في ظل هذه يعني في ظل إخفاقات المجتمع الدولي في الملف اليمني. نعم سيد محمد، في غيرها من نعم تحدثت لربما أن المبعوث الأممي لا يتصف بالحياد كما ذكرت، وأيضا قلت بأنه لربما دافع بشكل مستميت عن الميليشيا. السؤال الآن، أين هو دور الحكومة الشرعية فيما يتعلق بمدينة تعز؟ لماذا نرى هذا الضعف والجمود في تحريك ملف هذه المدينة على الرغم من مرور 5 سنوات ومدينة تعز تحت الحصار والقصف من قبل الميليشيا؟ الحقيقة طبعا الحكومة الشرعية، المتابع البسيط لما يجري من أحداث في كافة المناطق على مستوى الشمال وما يجري في مناطق الشمال وفي مناطق الجنوب يعني من صراع موجود، ويدرك أيضا وضع الحكومة الشرعية الحساس في هذا التوقيت وبقائها خارج البلاد، كل هذه الظروف التي يعني حول الحكومة الشرعية يجعل الذين في الداخل ممن يحكمون المحافظات اليوم المحررة، أنا أتحدث اليوم عن السلطة المحلية في تعز، السلطة المحلية في تعز اليوم يعني بحاجة إلى أن تتناسى كل خلافاتها وصراعاتها، هي موجودة في داخل المحافظة وبحاجة إلى أن تتحرك بشكل جدي لتحرير بقية المناطق. المسألة يعني إن لم يتحرك أبناء المناطق التي السلطة المحلية في تعز، وإن لم تدعم وإن لم تعتمد على نفسها في دعم من خلال الموارد البسيطة الموجودة للدفاع عن هذه المناطق ولتحريرها، فسيستمر الحوثي في التمدد. الانتظار اليوم لأي طرف هنا وهناك للدفاع عن تعز في اعتقادي هو سيكون يعني سيجعلنا نشهد مرحلة كارثية أخرى ستشهدها تعز التي لم تعد تتحمل مثل هذه الدماء ومثل هذا الصراع المستمر. تفضل بالبقاء معي سيد محمد، ورحب بضيفي رضوان شمسان من تعز. مرحبا بك معنا مجددا سيد رضوان. إذا ضعنا في صورة ما حدث من قصف للميليشيا داخل الأحياء السكنية داخل مدينة تعز، وأيضا برأيك لماذا هذا التصعيد الآن؟ مرحبا. مرحبا بك. أولا أشكر لكم اتاحت هذه الفرصة للتحدث عن الوقائع التي حدثت خلال الأيام الماضية ويوم أمس تحديدا وما قبلها. نعم تفضل. طبعا نحن هنا في مدينة تعز نريد التحدث هنا في هذه العقالة عن موضوع ما هي تداعيات وأسباب هذا الاستهداف للأحياء السكنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة المحيطة بمدينة تعز. نعم. طبعا عند حصول أي انتكاسة للجماعة الحوثي المسلحة في أي جبهة من الجبهات المحيطة بمدينة تعز يردونهم وبشكل مباشر على بالقصف العشوائي الأحياء المدنية، مما يتسبب في حالات من القتل والجرح، وهذا دائما سلوكهم العدواني ودائما يرتكبوا المجازر نتيجة لانتكاسة يتعرضوا لها في أي جبهة من الجبهات المحيطة بمدينة تعز. كان آخرها ما حصل يوم الجمعة يوم أمس الموافق 13/3/2020، حيث في تمام الساعة 12 توجه غمدان محمد علي جامل وولده الطفل أحمد غمدان وأيضا برفقة جارهم محمد شايف الجماعي، توجهوا إلى حي الزهراء. حي الزهراء هذا من الأحياء المتاخمة لمعسكر الأمن المركزي الذي يتمركز فيه الحوثيون. فعند وصولهم إلى قرب منزلهم سقطت على السيارة التي تقول لهم قذيفة أدت إلى مقتلهم جميعا. هذا حدث في الساعة 12 ظهرا. بعدها تم سحب الجثث الساعة 2 بعد الظهر والتوجه بها إلى داخل مدينة تعز. ففي تمام الساعة 6 أيضا مساء من نفس اليوم
أطلقت ذات الجماعة المسلحة قذيفة أخرى سقطت في حي شعب الدبة، أدت إلى وفاة مجموعة من الشباب المدنيين الذين كانوا متواجدين في المكان، وهم عباس إبراهيم السيد وأخي شهاب إبراهيم السيد، وأيضا شاب اسمه مختار محمد ناصر. نعم. وجاء أحد الشباب يحاول أن ينقذ هؤلاء أو يسحب جثثهم طبعا ليلا، اسمه سعيد علي محسن الهلالي، فتعرض للقذف في رأسه مباشرة أدت إلى وفاته. أيضا سقطت قذائف أخرى أدت إلى إصابة مناف الدبحاني ووسيم مختار عبد العزيز، هذا في حي الشماسي، وأيضا مهند علي. كل هذه الوقائع تم رصدها من قبلنا، وإن شاء الله سنقوم بتوثيقها تباعا، كون هذا عملنا وهو توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة. وما يحدث الآن من قبل جماعة الحوثي المسلحة عندما تتعرض لانتكاسة أو هزيمة في أي جبهة من الجبهات المحيطة بمدينة تعز، تقوم بالرد المباشر على أحياء مدينة تعز، ويكون الضحايا كلهم مدنيين. سيد رضوان، إذا كنت استمعت لضيفي محمد، تحدث بأن على مدينة تعز أن تعتمد على نفسها وأن لا تركن على أي طرف، سواء الحكومة الشرعية أو حتى التحالف في تحرير هذه المدينة، وذكر أن السلطة المحلية هي من عليها أن تدعم نفسها وأن تعمل على تحرير هذه المدينة. إلى أي مدى تتفق أنت مع ما ذكره؟ وأيضا برأيك، هل باستطاعة السلطة المحلية فعلا تحرير المدينة وتخليصها من هذه الميليشيا؟ حقيقة السلطة المحلية في مدينة تعز، في محافظة تعز، فيها نوع من الشلل الجزئي، عملها عمل محدود، وأيضا أحيانا تطغى الخلافات السياسية تطغى على العمل الإداري فيما يتعلق بعمل السلطة المحلية. هذا جانب، والجانب الأهم هو طبعا تواجد الجماعات المسلحة التي كانت داخل مدينة تعز. الآن أصبحت المدينة بشكل أفضل بكثير، حيث أن الآن الأمن ينتشر بشكل ممتاز جدا، ووجدنا الآن حركة دؤوبة للأمن وإيجاد استقرار داخل المحافظة، داخل مدينة تعز بشكل خصوصي وبشكل عام في المحافظة. هناك عمل دؤوب تقوم به الشرطة وإدارة الأمن في داخل محافظة تعز، من شأنه إيجاد استقرار داخل نعم المحافظة. سيد رضوان، سأوضح سؤالي بشكل أكثر دقة، هل يتوجب على السلطة المحلية داخل مدينة تعز تحرير المدينة من حصار الميليشيات، وبالتالي فض هذا الحصار؟ هل هي من مهامها بالضبط؟ في حقيقة الأمر هي المتعلقة بالجيش الوطني. نعم. الذي يتحمل مسؤولية كاملة عن تحرير مدينة تعز. نعم. والرافد الأهم لهم هو السلطة المحلية. السلطة المحلية يجب أن توقف مساندة لكل إجراء يقوم به الجيش من شأنه تحرير مدينة تعز. أيضا التواصل مع الحكومة المركزية التي من شأنها تقدم الدعم اللازم لعملية التحرير. أيضا الأهم من ذاك وذاك أن يكون وجود السلطة المحلية بشكل فعلي وليس بشكل صوري. تفضل بالبقاء معي سيد رضوان. أعود إليك سيد محمد. إذن كما ذكر السيد رضوان بأن السلطة المحلية لربما ليست من مهامها تحرير المدينة وفك الحصار عنها، لربما هي يعني هذه المهمة منوط بها الجيش الوطني. ذكر أيضا أنه عندما توجع الميليشيا في إحدى الجبهات يتم قصف المدنيين داخل المدينة، إذن أليس بالأولى هو تحرير هذه المدينة وفك الحصار عنها؟ هذه المهمة كما ذكر أنها منوطة بالجيش الوطني، لماذا لا يتم تحريك هذا الجيش وبالتالي تحرير المدينة؟ بالنسبة للنقطة الأخيرة التي ذكرها، هي توضح ما أقصده في النقطة الأولى. نعم. يعني ما تحدثت عنه في هذه النقطة، في أن الجيش اليوم، يعني في أن السلطة المحلية عليها أن تتحرك وأن تحاول الاعتماد على نفسها في على الأقل الحفاظ
على ما حررته وعلى المناطق التي تسيطر عليها. لا يعني هذا أنني أدعو إلى عدم التواصل مع السلطة المركزية ولا عدم التواصل مع التحالف، بالعكس لا. ما يمكن أن يتم التوصل مع يعني التواصل معه لتحقيق هدف مصلحة تعز وتحرير تعز يجب أن يكون، لكن نحن نتحدث اليوم ليس عن نظام ولوائح وهذا نعم. يصح وهذا لا يصح، نتحدث عن واقع مختلف، عن ظروف مختلفة، عن جيش ظروفه تختلف. لا نريد أن نتحدث عن بعض التفاصيل، يعني اليوم الجيش في مأرب يواجه مواجهة مستميتة في الجوف ومناطقها، وربما تدخل مأرب في مربع هذا الصراع. اليوم الصراع الموجود في الجنوب له ظروف، شبوة مهددة اليوم، يعني هناك ظروف مختلفة. باعتقادي أن الانتظار اليوم لأي جهود يقوم بها الجيش ويجعل السلطة المحلية مشغولة أيضا بصراعات إلى داخل تعز، هذه نقطة مهمة جدا وأشار إليها الضيف من تعز، بأن السلطة المحلية والأحزاب السياسية الموجودة في تعز دائما إذا كان هناك نقطة صغيرة تحتاج إلى جلسة بسيطة لحلها تتحول إلى مادة إعلامية للإعلاميين ومشكلة وعلى مواقع التواصل كل يوم. اليوم تعز لكن سيد محمد، أليس الأولى تحرير هذه المدينة التي عانت من الحصار والقصف وقتل المدنيين لأكثر من 5 سنوات؟ أليست هذه أولوية وقضية أساسية وليست لربما كما ذكرت يعني مشكلة طارئة أو لربما أن الجيش منشغل بعدة جبهات؟ ألا يجب تحرير هذه المدينة أيضا؟ بالتأكيد هذا مطلب، يعني نحن نرفع اليوم أصواتنا معكم ونقول ندعو الجيش الوطني والقيادة والسلطة المحلية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الجميع، ندعوهم إلى أن يتعاونوا في تحرير تعز، لكن في نفس الوقت أيضا نقول على أبناء تعز، على الجيش الموجود في تعز، على يعني السلطة المحلية أيضا أن تسعى للحفاظ على ما هو موجود على الأقل، وبالمقابل ندعو إلى تحريرها. لكن في نفس الوقت لابد أن نقرأ واقعية المشكلة اليوم بتفاصيلها الموجودة داخل اليمن في كافة المناطق شمالا وجنوبا. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد محمد. أعود إليك سيد رضوان، كيف يمكن تفسير موقف الأمم المتحدة من التصعيد العسكري على مدينة تعز، هذا القصف المتواصل دون حتى محاولة الضغط على الميليشيا لوقف الاستهتار والقتل المستمر للمدنيين داخل المدينة؟ المجتمع الدولي في حقيقة الأمر المجتمع الدولي غافل عن تعز أو متناسي تعز أو يتعمد نسيان تعز أو إخراجها من حساباته تماما. نعم. نحن في تعز نعيش حالة من العزلة، لا يمكن أن نتحدث بخصوص تعز في أروقة دولية أو ما شابه. كم من الملفات رفعت بشأن تعز للتحدث بها لكنها جنبت وأصبحت في إطار الإهمال أو بمعنى أخف، يعني أقرب أنها تعز لا يمكن التحدث عنها، وذلك بحسب طلبات تتقدم بها جماعة الحوثي المسلحة دائما ويوافقها بشكل دائم المجتمع الدولي. نحن لاحظنا في فترات عندما كانت تقام محادثات عندما تقدم ملف تعز يعني أشتاط غضبا ممثل الحوثي وممثل أيضا الأمم المتحدة، لا ندري ما هو السبب. لماذا هذا التواطؤ؟ نعم، لماذا هذا التواطؤ من قبل الأمم المتحدة ولربما المبعوث الأممي فيما يتعلق تحديدا بهذه المدينة؟ تعز إلى الآن لم يزورها. كم من المرات طلبنا جمال بن عمر، كم من المرات طلبنا المبعوثين اللاحقين ولد الشيخ وغيره لزيارة تعز والاطلاع على أوضاع في تعز، ولم نلاقي أي اهتمام بطلباتنا نحن في مدينة تعز وفي محافظة تعز بشكل خاص. أصبحنا منسيين ومهملين لأسباب لا نعلمها. أيضا المواطنين في محافظة تعز في مدينة تعز خصوصا يعانون الويلات، أولا الحصار، ثانيا قذائف عشوائية ترسل عليهم ليل نهار، لا ندري ما هي الأسباب ولا ما هي الإمكانات التي يمكن أن نتخلص من هذا الوضع الذي نعيشه. ما هي الإمكانات التي يمكن أن تتاح للجيش الوطني أو للسلطة المحلية؟
نعم، شكرا جزيلا لك رضوان شمسان، محامي وناشط حقوقي، كنت معي من مدينة تعز. أعود إليك سيد محمد. إذا هذا التواطؤ من قبل المجتمع الدولي أيضا المبعوث الأممي، لماذا لا نشهد موقف حازم من قبل الشرعية؟ لماذا لا يتم الاعتراض على هذا المبعوث الأممي وحتى المطالبة بإنهاء مهامه فيما يتعلق بالملف اليمني؟ طبعا بالتأكيد هذا مطلب، يعني هو أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة الشرعية اليوم فيما يتعلق بهذا الدور المشبوه الذي يقوم به المبعوث الدولي مارتن جريفيث. الحقيقة أنه بين الفينة والأخرى يثبت بأنه يسعى جاهدا لتثبيت الميليشيا بل لتمددها في كثير من المناطق. ويعني زيارة مأرب أيضا بكل المقاييس كانت زيارة فاشلة، تدل على أن المبعوث الدولي جاء فقط ليملي على الموجودين. وقد سمع طبعا من مشايخ مأرب ومن الشخصيات الوطنية يعني كلاما ربما لم يسمعه في أي منطقة أخرى. وأنا أتذكر في أكثر من لقاء هنا أيضا التقينا بالمبعوث الدولي واستمع ووجدنا دفاع مستميت، وهذا الكلام تحدثت به في بداية المداخلة. ولذلك نحن نقول أنه حكومة تأخرها اليوم في يعني في عدم يعني إظهار موقف حقيقي في يعني الإنتقاد أو في على الأقل في المطالبة بإيقاف هذا العبث الذي يقوم به المبعوث الدولي. إذا كانت الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عن 73 مليون دولار هذه يعني مبالغ صرفها المبعوث الدولي في رحلاته ما بين صنعاء والرياض وغيرها من المناطق، هذه الأرقام القياسية كلها على حساب الشعب اليمني في الأخير، لا ننسى أن كل هذه المبالغ ترصد من حساب المواطن، من حساب هذه الأزمة وهذا العبث وهذه الحرب الموجودة. الموضوع بحاجة إلى مواقف صارمة أكثر من أي مواقف يعني الحكومة بحاجة إلى أن تتحرك بشكل جدي أكثر من أي وقت مضى. الموضوع تفاقم ووصل إلى مرحلة لم يعد يتقبلها أي عاقل يعني. نعم، الحكومة الشرعية كما يقول البعض مرتهنة في قرارها للتحالف، بالتالي أنت ذكرت أن هذه المبالغ الهائلة التي تصرف على مكتب المبعوث الأممي ضمن رحلاته وما يقوم به من سفريات ما بين الرياض وصنعاء وأيضا عمان وغيرها من الدول فيما يتعلق بالملف اليمني، أيضا كما ذكرت لك كما قال البعض أن الحكومة مرتهنة في قرارها للتحالف، لماذا التحالف وهو الذي دخل باسم إعادة الشرعية وتحرير كافة المناطق من الميليشيا، لماذا لا يتخذ موقف حازم؟ لماذا لا يتم تحرير مدينة تعز؟ طبعا بالتأكيد التحالف يعني فيما يتعلق بملف الشرعية تحديدا يشهد اليوم صراع في مناطق الجنوب تحديدا وما يتعلق باتفاق الرياض، وقد شهدتم وربما ناقشتم انتم ما يتعلق ب يعني منع بعض القيادات التابعه للمجلس الانتقالي من العوده الى عدن وغيرها من المسائل الموجوده. الحكومه الشرعيه، نحن كيمنيين علينا ان نطالب حكومتنا بشكل واضح بان تتضلع بمسؤوليتها بعيدا عن هذه الاتهامات التي تاتي من هنا وهناك. هناك من يتهم الحكومه بانها مرتهنه، وهناك من يقول ان الحكومه ايضا مرتهنه لاطراف اخرى، كل طرف يتهم الحكومه بهذا. الحكومه عليها اليوم ان تظهر وان تفسر للناس وان توضح لهم هذه الاتهامات التي تقال عنها وان تتضلع بمسؤوليتها بشكل واضح فيما يتعلق بالملف اليمني وخاصه فيما يتعلق بتعز التي تعاني من حصار وتعاني ايضا من عدم تحرير مناطقها وتعاني من وضع انساني كارثي يختلف عن مناطق اخرى. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك محمد المهدي مستشار وزير الثقافه، كنت معي من مدينه تعز. ايضا رضوان شمسان محامي وناشط حقوقي كان معنا ايضا من مدينه تعز، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقه عبد الرقيب الاباره كما هي لكم من الزملاء في الكنترول، الى اللقاء.